كان كله جرحا. لماذا؟ يقول لعدم فهمه ما هو المراد من الألفاظ والعبارات، لعدم اطلاعه على الاصطلاحات، وإلا فهو عظيم الشأن إلى آخر كلام، كما ذكر ذلك عنه صاحب الروضات، روضات الجنة. طيب، وأيضا ممن اعترض على الشيخ أو من أوائل المعترضين على الشيخ هو نجله الأكبر، أكبر أولادي، وهو الشيخ محمد تقي، حيث قال في الروضات: إلا أن الشيخ محمد ولده الفاضل الأكبر ظاهرا كان ينكر على طريقة أبيه أشد الإنكار، نظير إنكار الميرزا إبراهيم ابن الملؤلاء صدرا على أبيه، ويقول عند ذكره: ما كان له رحمه الله كذا فهم، عفى الله تعالى عنه كما بالباب، كما أشار لذلك أيضا صاحب الذريعة. قال صاحب الذريعة الأغا أبو زرق الطهراني في الذريعة في الجزء 18 وفي مصفى المقال في صفحة 428: وعليه فلا معنى لإنكار الميرزا على الحالي كون الشيخ مخالفا لأبيه ومنكرا عليه. هكذا أكد هذا الكلام. أيضا من الذين كانوا يقدحون بالشيخ ويشنعون عليه هو العلامة أبو تراب الخونساري، نقل تلميذه صاحب أحسن الوديعة